اوعى يتخطف منك طيبه القلب من كتر ما انت بتشوف ناس شرسه. لما ربنا سبحانه وتعالى حط في طريقك ناس طيبين عشان تتعلم الطيبه منهم، وحط قدامك انسان ما عندوش ذره رحمه عشان تشوف قبح الفعل فتنفر منه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. على فكره اللي بيشاهد الله قلبه شايف ده، شايف اقدار الله الساريه في الخلق. عشان تعرف تحمي طيبه قلبك وتشتغل وتشارك انسان بمنتهى الشفافيه وانت حامي نفسك متقبل ان ممكن يطلع منه اذى بني ادم، لكن اقدار الله الساريه عبادتي فيها بعد ما اقبلها ان انا احمي نفسي. فاول ثمن تدفعه حمايه لطيبه القلب تقبل اقدار الله ان في ناس مؤذيين.